موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله، يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحق: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم. من ذا الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان. فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفة. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يحذرون على رزق أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. ولكن الكافرين لجوا، أي استمروا في عتو، أي قسوة وعدم لين للحق، ونفور، أي شرود عن الحق. فقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أي أي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في الضلال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا، ومن كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله. فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما، والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. قوله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. من الذي يستطيع نصرة الكفار من دون الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل كما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس فلا يكون في الكون شيء إلا ما قدره الله. فالأصل انتصار أهل الإسلام على الكفار، ولكن أحيانا يديل الله عز وجل غيرهم عليهم، وذلك لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. فهو الولي الناصر سبحانه وتعالى لأهل دينه، لأهل الإسلام، وهو سبحانه وتعالى يقدر ما يقدر من الأقدار التي يكون من ورائها الخير أيضا لأهل الإسلام. فهو سبحانه وتعالى لا ناصر غيره. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وإذا وقع العبد في ذلك واغتر بنفسه أو بقوته أو بأنصاره أو بعدته وعتاده كان الهلاك عياذا بالله تعالى. ثم استفهام آخر: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ من هذا الذي يرزقكم من دون الله تبارك وتعالى؟ من يقدر أن ينزل لكم قطرة من المطر أو أن ينبت لكم شيئا من أصناف النبات المختلفة وغير ذلك من سائر أنواع الأرزاق؟ هذه الأجهزة التي تعمل في الأجساد ليل نهار، من القائم عليها؟ هو وحده سبحانه وتعالى. فإذا ما أقر الكفار بذلك وجب عليهم أن يفردوه وحده بالعبادة، لكنه اللجاج
في الكبر وعدم اللين للحق وعدم القبول، بل لجوا في عتو ونفور. ثم يكون هذا المثل في قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا الكافر الذي أعرض عن الحق كمن يمشي على وجهه عياذا بالله تعالى، وهذا الذي استقام على صراط الله أمره واضح. هل هذا مثل هذا؟ أبدا. لذلك هؤلاء لما أعرضوا وانتكسوا ولم يقبلوا الحق كان هذا مثلهم أيضا يوم القيامة، كما في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس على وجوههم، فقال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم عياذا بالله تعالى، لأنه لم يستعمل النعم التي أنعم الله بها عليه من السمع والبصر في التعرف على الحق والاستجابة لداعيه والعمل به، وإنما أعرض وأصر على ما هو فيه، فصار كمن يمشي على وجهه، فكذلك هو حاله يوم القيامة عياذا بالله تعالى. أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم، هذا الذي يمشي على صراط المستقيم أهدى بلا شك، وهذا إنما كان بسبب قبوله للحق وعمله به ودعوته إليه، وبحسب ذلك تكون استقامة العبد. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.